لكم عن هذه مجموعة الخمرية، لأن للحين في ناس تسألني شلون استعملها، ومن الأشياء اللي ما شاء الله وايد 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 تنطلب. لو تشترون كل واحد بروحه ما راح يكون سعره مثل المجموعة. أنا حاط لكم إياهم بالبوتيك كلهم مجموعة كاملة. هذه مجموعة الخمرية عبارة عن ثلاث أشياء يكملون بعض. أول شيء هذا بنات البودي سبراي، والسبراي مال الشعر ريحة تطب نفس ريحة الخمرية. أخوان الإماراتيين يسمونها مخمرية، لأن ذيك مرة يسألوني يعني هي شنو سنسقطش مخمرية، إيه بس إحنا نسميها الخمرية. فضبط نفس الريحة حق الشعر والجسم، والريحة وايد فواحة وناعمة وما تصدع. شنو مكوناته؟ خمرية الشعر والجسم، هي المكونات مسك وأزهار سويسرية وعود كلاسيكي ومياه مقطرة. تبيون تستخدمونه حق الجسم وحق الشعر. الثاني اللي هو اللوشن مال الجسم، هذا يعني كريم حق الجسم نفس الريحة، يعني تخيل تحطين الريحة دهنين جسمك باللوشن وتدشين السبراي على الشعر والجسم، تصير ريحتك تينن. من الأشياء اللي دائما تنطلب وتنباع عندي بالبوتيك ما شاء الله وماشي. عرفتوا اللي يقول لك شيء منتج بايع نفسه، لأن اللي يستعمله يريد يستخدمه مرة ثانية، ريحته تينن، ريحته مميزة مختلفة. بعد الشيء اللي وايد حلو اسمه لمسة حرير، البتة تينن صراحة وشكلها وايد حلو، ومعها مثل هذه القفشة فيها مغناطيس شيء تلزق، هو ناعم ودلع كذي على اسمه طريقته كذي. نعم نعم نعم. سبتة تاخذين منه كذي تشينين كملتي منها وتدهنين، يخلي مثلا الجسم اليد كله زبدة زبدة زبدة، ناعم 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 وريحته تينن. حسب كلهم كمين حق بعض، اللوشن والسبراي مال الجسم والشعر ولمسة حرير. لمسة حرير خيال، كلهم مع بعض مكملين بعض، ريحتهم كلها يعني تكمل بعض. تخيل تدهنين وتستخدمين لمسة حرير وترشين السبراي على الشعر والجسم، وايد 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 بنات حلوة، تقدرون حتى تقدمونها كهدية.